السلام عليكم، وكنتمناكم تكونوا على خير وبخير. هذا النهار ان شاء الله غادي نوجد الطعام بتفايا، وصراحة الله هذا الطعام دغيا كيوجد تقريبا في نص ساعة دغيا توجد دغيا يوجد لكم هذا الطعام. دابا غادي نبدا بتفايا هي الاولى، لان هي تقريبا راه كتاخذ الوقت على الطعام، حيت غنديرها على البوطه قليله باش البصله كطيح وما كتحرقش. عندي هنايا تقريبا واحد 3 د البصلات كبارين، وزائدوا البصله على حسب الناس وشحال عندك. اذا كانوا عندك الناس بزاف راك غادي تقدري ديري حتى كيلو، كانوا عندكم الناس قلالين بحال دابا انا غير انا وليداتي درت 3 ديال الريوس ديال البصله. عندي تقريبا هنايا واحد 100 غرام ديال الزبيب، والزبيب من الاحسن يكون هاد الابيض، ما يكونش ديك الكحل ما كيجيش زوين. عندي هنا سكينجبير، عندي زيت المائده، عندي هنا الزعفران. انا ديما كنخدم هاد الزعفران واخا يقولوا عليه الناس ماشي صحي، ولكن انا ما كتعجبنيش المرقه تجي بيضاء ولا تجي كتعجبني المرقه تجي صفراء. عندي هنا الابزار، عندي هنا الخرقوم، وعندي هنا الملح. الزيت غادي نبدا بالزيت. غادي ندير تقريبا هنايا واحد جوج المعالق حتى لثلاثه المعالق، لان غادي نزيد انا الزبده البلديه، كنطيب انا بالزبده والقرفه والسكر ما كنديرهمش دابا حتى كنقرب حتى كيطيب مزيان البصله ويطيب الزبيب. عاد ديك الساعه كندير انا عاد كندير البصله عاد كندير القرفه والسكر. غندير حتى هنايا معلقه من نص معلقه ديال الابزار، ما تكونش بزاف باش ما يجيش حار، حيت هاد الابزار هاد الكحل كيكون حار. الخرقوم حتى هي نص معلقه. انا بغيت نسبق من التفايه هي الاولى نديرها طيب، عاد ندير المرقه ديال الدجاج. الملحه ندير هنا الزبيب معاه، وغادي نقص لها البوطه. ما غندير لها ما لا حتى شي حاجه، شتي غير بهاد البصله من كتنقصوا لها البوطه التالي، وكثر لا درتوها على الراس الصغير، داك الراس الصغير هذاك راه ما غادي ديروا لها ما لا حتى شي حاجه. دابا انا غادي نديرها هكا وغادي نردها على داك الراس الصغير ونقص له الراس الصغير ونقص له، ونخليها غير هاد الماء ديالها باش غادي يطيب، ما غنزيد لها ما لا حتى شي حاجه. دابا انا غادي نغطي عليها وغادي نردها طيب فوق البوطه، وديك الساعه نتلاقى معكم ان شاء الله باش غادي نكملوا النصيب ديال الدجاج. دابا انا رجعت معكم للدجاج، غادي نبداو دابا نصبوا الدجاج. عندنا هنايا عندي هنايا الدجاج كل واحد يدير على حسب الناس اللي عنده. غادي نبدا عندي هنايا جوج بصلات متوسطين، ما كبارين ما صغارين. غنبدا دابا نصب هنا، غادي نكثر شويه ديال سكينجبير، لان راكم عارفين الدجاج كيبغي سكينجبير بزاف، كثر من الابزار وكثر من الخرقوم وكثر من كلش. غادي ندير معلقه عامره، معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير، وندير معلقه ديال الابزار، عندك الضياف راكي كديري بزاف ديال الدجاج، ديري 3 دجاجات جوج دجاجات، تكوني غير بوحديتك ولا غير انت وليداتك راه كديري داكشي على حسب. غندير معلقه ديال الخرقوم، وانا هنايا كندير القرفه. انا ديما كنصب القرفه بحال الدجاج ولا اللحم، كتعطيه واحد البنفشكال كيجي زوين، جربوها وتشوفوا راه كيجي زوين. غندير نص معلقه ديال القرفه، درت تقريبا معلقه، وغادي ندير الخرق سكينجبير هذا الزعفران، وغندير هنا الملحه. انا الملحه كنديرها بيدي باش كتجيني هي هذيك نيشان. وهنا غادي ندير الدجاج، وغادي ندير تقريبا نص كاس ديال الماء، ما كنديرش انا الزيت حتى الدجاج يشرب لنا ديك هكا ديك العطريه ديال ديال التبزيره وديك الشيء. عاد كان الدجاج ملي يشربوا عاد ديك الساعه كنزيد الزيت. دابا شفت درتو الزيت الاول راه الدجاج كيجيكم باسل. دابا غادي نخلطهم هكايا، وغادي نردو حتى هو فوق البوطه ونخليه يطيب غير بشويه.
نزيد مع هذه هاد نص كاس الماء اللي درت مع البصيله، راه كطلق الماء ديالها. من بعد ديك الساعه غادي ندير معلقه ديال الزبده البلديه. انا اغلبيه كنخدم الزبده البلديه، وهنايا راه ما غاديش ندير انا زيت البلديه، غندير غير الزبده البلديه. زيت البلديه كتكون شويه مجهده، تقدر تجي مع الطعام اللي كيتكون فيه الخضره. هذا نقدر يمكن غادي ندير معاه شويه ديال القرعه الحمراء، لان حلوه، عندي واحد القرعه حلوه، داكشي علاش غادي نديرها معاه. وتقدروا تعسلوها الا ما بغيتوش ترميوها مع المرقه، عسلوها. انا غادي نرميها هنايا في المرقه. دابا غادي نرد هادشي يطيب، وديك الساعه نتلاقاو. دابا هانتوما كما كتشوفوا الدجاج ديالنا راه تقلى مزيان، وتم البصله طاحت. دابا غادي نزيد عليهم الزبده البلديه، وغنزيد عليها زيت المائده. انا البلاصه اللي فين كنطيب فوق الفرن ما عنديش على ما نحط التليفون باش نصور، هذاك الشيء علاش كنجيب لهنايا. دابا عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده البلديه. انا ما غنديرهاش كامله، حيت غنخلط ما بين الزبده وما بين الزيت. الزيت تقريبا غادي ندير واحد 4 ديال المعالق باش ما يجيش عاوتاني ميدم بزاف. وهي غير كديرها السخونيه. هاد الزبده هادي راها شويه بحال لي شويه حاره، حيت هادي كانت عندي قديمه، وعندي وحده اخرى جديده، تاهي حلوه نقدر تاهي كنديرها. هاديك كنحل بها الطعام، هاديك ما كتعطيش ديك النكهه. هادي بحال تقريبا بحال غدا شويه السمن، ولكن ماشي ديك السمن الحار هذاك. صافي غادي نمرق عليها، وغادي نردها فوق البوطه ونسد عليها باش غادي ندير ديك الساعه الطعام يفور. ودابا هاد الزبده اللي بقات غادي نديرها فوق البصله. دابا هانتوما كما كتشوفوا هاد التفايه ديالنا هبطات مزيان. دابا غادي نزيد عليها هاد الزبده اللي بقات، غادي نزيدها هنايا على تقريبا معلقه صغيره هنايا ديال الزبده، وغادي نسد عليها. كما قلت لكم راه ما درت لها لا ما حتى شي حاجه، وما لصقات ما تحرقات ما حتى شي حاجه. ها نتوما شفتوا الا درتوا لها الطريقه ونقصوا لها البوطه راه ما غادي تحرق، ما غادي حتى شي حاجه غير. ودابا ما غاديش نزيدها عاوتاني، غنخليها غير في هاد الماء ديالها، غادي تزيد تطلق. غادي ندوز معكم ان شاء الله للطعام ولا الكسكسو. انا الطعام كندير هذا الرقيق كاع خطره، ماشي سميده، ولكن هو طعام وهو رقيق ماشي سميده. انا ما كنفزقوش بالنسبه لهذا اللي كيكون ديال التفايه، انا ما كنفزقوش بالماء، كندير له غير الزيت باش ما كيجيش معجن. من الاحسن ما ديرولوش الماء. يعني هكا نحكوه ما بين يدينا مزيان باش كاع الحبات ديال الطعام كيتلبسوا بالزيت، فاش كنديروه تفور ما يتعجنش كاع. هكا نفركوه مزيان باش كيتلبس كامل عندي تقريبا انا هنايا واحد نص كيلو. نخلي واحد شويه على ما الكوكوط نسد عليها باش تطلع فيها النفس، وديك الساعه غادي نديرو في، حيت انا كنفوروه في الكسكاس ديال الكوكوط. هانتوما كما كتشوفوا التفايه ديالنا صافي راه طابت. دابا غادي نزيد عليها القرفه غنزيد نص معلقه عامره، نص معلقه، وهنايا السكر على حسب الكيف اللي كيبغيها هو بزاف. درت انا تقريبا هنايا واحد 7 ولا 8 ديال السكر. دابا غادي نردها على البوطه، وغادي نقص لها البوطه نقيب شويه ونخليها طيب. دابا انتما كما كتشوفوا
انا راني حيت الطعام ديالنا راه تفور وحيدته التفويره الاولى، لان هذا الرقيق انا كندير له غير جوج تفويرات وغادي نحلو بالحليب. هذا الحليب راني فيتو وبالزبده البلديه، حلوه هذه الزبده البلديه. هادو هما ها انتم كما كتشوفوا راني حيدته من الكسكاس وبديت كنحلو بالحليب. دابا غادي ندير شويه الملحه، ضروري شويه الملح للطعام باش ما كيجيش باسل. وغادي ندير هنايا هاد المعلقه ديال الزبده البلديه، ما حراش مع الطعام شي شويه دافي. اصلا الحليب راه عندي سخون حيت غندير لها غير جوج مرات ديال التفويره، من الاحسن ديروا لها ديروا الحليب يكون دافي. السخونيه ديالها راه غتذوبها، ها انتم كتذوب ديك الزبده. اللي ما عندوش الزبده البلديه يدير الزبده العاديه، ولكن الزبده البلديه كتعطي واحد النسمه زوينه بزاف. انا غنكمل هذا الحليب كامل، غنكملو عليه وغادي نخليه تيشربو مزيان. هو غادي يشرب هذا الحليب كامل وغادي يفتح، وديك الساعه غادي نتلاقى معكم باش نكملو. ها انتما كما كتشوفوا راني خليته شي شويه يشرب الحليب وديك الزبده وديك هذا. دابا غادي نبدا هكا نحلو بيديا مزيان باش غنردو يتفور. شفتوا بحال هكا يا بواحد الطريقه هكا، من كديروا الحليب ولا الماء سخون لا ما تحتاجوا ديروا ثلاثه د المرات وكثر. هاد الطعام اللي كيكون رقيق اصلا التفايه خاصها الطعام رقيق، ما يليقش داك الطعام الغليظ ما كيجيش زوين. الطعام رقيق كيجي زوين، هانتوما كما كتشوفوه هانتوما محلول كامل. ها دابا هانتوما كما كتشوفوا راه تفور الطعام صافي. هادي التفويرات التاليه، طبعا هذيك الريحه ديال الزبده زوينه فيه، وهانتوما كيجي محلول ما كيجيش كاع معجن تبارك الله. حبه على اختها. دابا غادي نزيد عليها سنيده، ندير ثلاثه المعالق سنيده، ست وحده تقدر تسيب معلقه صغيره حيت باقي سخون سخون. يلا غايبان لكم دابا في التصوير كيبان. هي هاد الطريقه خصني نديرها في قبيله فاش درت ديك التفويره الاولى، لكن ماشي مشكل واخا حتى في التفويره التاليه ماشي مشكل. دابا غادي حيت سخون ما نديروش سكر كلاصي، الا درنا سكر كلاصي كيميه الطعام كيردو ميه، من الاحسن ديرو سكر سنيده ما غيتميه ما حتى شي حاجه. هذه بتجربه عندي. نتبع تبارك الله الطعام كيجي هكا يا محلول. دابا غادي نبدا نسكي خلاص باش يكون عندكم الضياف. راكم انا درت غير اللوز ودرت شويه ديال الكركاع، ولكن الناس ملي كيكون عندكم هكا الضياف ديروا البيض كل واحد وباش كيزوق. دابا نعطيكم غير فكره هكا، ولكن كل واحد ده. ديرو هكا هاد الحفيرة باش نحطو فيها الدجاج، نحطو فوق هاد التفاية. دابا أنا غادي نقاد مزيان وديك الساعة نتلاقاو. دابا هانتوما كيما كتشوفو دابا غادي نبدا نسكي. عندي هنا شوية ديال الكركاع وعندي هنا شوية ديال اللوز وعندي هنايا القرعة. دابا غادي نبدا نسكي هكا. درت معاه حتى شوية ديال الحمص، رميت أنا واحد شوية ديال الحمص حيت الدراري كيبغيو لولادي شوية ديال الحمص. شي علاش انا غنتبع على هاد الطريقه هادي حتى نكمل كاع الحفره، وديك الساعه نتلاقاو باش نشوفو ان شاء الله الشكل الاخير ديال
نتوما شوفوا كي كتجي، كي كتجي تفايه ما فيها لا ما لا والو، تفايه بلا ما طابت بلا ما، كتجي هكا كتجي مذهبه وكتجي غزاله بزاف. راه الزبده اللي كتعطيها هاد اللون ديال الذهبي هكايا. غادي نبدا نحط هنا، حط شويه ونخلي ديك الساعه اللي كاين ولادي اللي ما تيبغيليش هاد التفايه. دابا غادي نزيد نسكي بعدا شي شويه حيت بان لي بحال لي ناشف اي شويه، هو اصلا ما كيجيش مرق بحال الطعام ديال الخضره كما قلت لكم. هاد راه غير يعني غير ديال الدار، ما خلاصش يكون كون عندك الضياف راه كتصاوبيه مزيان. دابا نشارك معكم ان شاء الله شي مره هكا الا كان جاي عندي شي حد. كيجي بحال هكا يا وهذا هو الطعم ديالنا بالتفايا، كنتمنى يعجبكم وشكرا لكم اللي كتفرجوا الفيديوهات ديالي، وشكرا لكاع الناس اللي كيتابوناو عندي. وبسلام عليكم، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الكسكسو وجربوه، راه كيجي غزال بزاف بزاف ما نقول لكمش. ومن الاحسن الكسكسو ديال التفايا كيجي بالدجاج خير من اللحم، يعني اكثر اللي كيكون بهذه الطريقه باللوز والكركاع وديك الشيء كيجي بالدجاج خير. انا بعدا كنفضلوا بالدجاج وكيستقب بالدجاج خير من اللحم. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وبسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في شي طبق اخر ان شاء الله يا ربي.